هنا كتشوفوني انا دابا بحنت الفراوله، يا كتشوفوها عقادت هذا المركز ديال الفراوله. هنا غادي بقيت كنطحن فيها بالميكسور تاع عقاد، ومن بعد راه غادي تلج في الثلاجه ونشرق. هنا غنعمر هاد الصوبيط بسم الله. هنا 2 كيلو اللي عطوني ديال المركز ديال الفراوله، مازال باقي غادي ندخلو المجمد ونشاركو معكم. نسد هاد الصوبيرات اللي درت فيهم المركز ديال الحامض البنات، السالب ديال الفراوله، قلي ديال الحامض ديال الفراوله راك شفتو طحنتو بالمكسور، ديال الحامض لا غادي نصفي. ها هو شاش كتشوفو راه ولا كريمي تاهو، تاهو عقاد تعسل لعبات، درت ليه الوقت الكافي بيت تعسل في داك السنيده. هنا غنصفو من داك الحشف ديالو بسم الله. شوفوا كيفاش كيهبط معسل، هذا هو المركز ديال المعقول. هنا غنديرو تاني حتى يتجمد في المجمي ونعاود نشاركو معاكم تاني كيفاش جا. هنا هاد الحشف ديالو ما تنلوحوش، تنديرو تا هو شي باطه وكنديرو في المجمد، كندير به الكيكات. راكم عارفين النسمه ديال الحامض مع الكيكه كتجي زوينه، الكيكه ديال الحامض هادشي كله هو ما كنضيعوش، هاد الحشف ما تنضيعو والو. يبقى كتطبع لي مزيان، مزيان تتهبط منو داك. تهبطي منو هداك الحامض كامل، تيبقى عندك الحشف ديالو. هذا هو اللي قلت لكم كتبقى تصاوبوا بيا الكيكات، انا كنديرو في المجمد ما نضيعوش حتى هو، كنبقى نصيب به الكيك. هنا كنديرو توا في هاد البواطه
كنسد عليه وكنديرو في المجمد. شي بواطه بحال هادي تكون كتسد. المهم بواطه اللي تكون كتسد مزيان. هنا البنات كتشوفوا هاد السيرو ديال الحامض كيفاش دايرها. هو كتشوفوا هاد المركب هنا غنرد هاد العصير ديال هاد المركز ديال الحامض. هنا دابا جاهز. دابا خصو يدخل للفريجو. هذا هو العواصير اللي شاركت معكم البارح البنات. اليوم هو بات ليله كامله في المجمد. انا غنوري لكم كيفاش جا. واليوم هذا هو المركز ديال الحامض والمركز ديال الفراوله اللي هو الفريز. وانا غنشارك معكم ترقاد الحامض البلدي. انا من عشاق الحامض. انا بغيت نرقدو وقلت نشاركو معكم. هنا الحامض البلدي هذا كتعمريها بالملحه وتحطي في القرعه. هنا البنات لعجبكم هاد الطريقه العواصير والحامض البلدي الترقاد ديالو. ما تنساوناش خلوا لينا جيم وديروا لينا ابوني وبكم باش غتكبر هاد القناه ان شاء الله وتزيد القدام. الشكر كيرجع لكم اللي كتخلوا لي التعاليق الزوينه البنات والولاد اللي متابعين القناه. الناس الجدد والناس اللي عاد دموا القناه والناس القدام معايا شكرا لكم بزاف. انا كنشكركم كتابعوني وكتخلوا لي الكومونتير زوينه كتفرحوني بها شكرا لكم بزاف. بكم برجع تكبر هذه القناه. بلا بكم راه ما كايناش هذه القناه. هنا غنستمر تنكمل هذا الحامض كامل كتشوفوا فيه. ونعاود نوريكم المركز ديال الحامض اللي هو هذا كيجي كيفاش كتشوفوه. هو راه كلشي بحال بحال نفس الطريقه. هذا هو المركز ديال الحامض. هنا هذا اللي انا كديراه من قبل هو اللي كنت خدامه به حتى ندير به في الدار. هنا تيبان لكم راه متلج ولكن الطريقه باش تهزيه سهله هي هادي. هاد كيفاش كتشوفي هذا هو طريقه المركز ديال الحامض. هنا كيستحق التجربه البنات هاد المركز ديال الحامض. هنا هادي المركز ديال الفراوله. هادشي هاد العواصير البنات كلها كتستحق التجربه. هذا هو المركز ديال الفراوله. هنا واخا كيبان لكم راه متلج هانتي كيفاش تجبديه. سهل سهل باش تجبديه وسهل باش ديري العصير. ما تستغنيش عليه وما تعكزيش عليه تعكزوش عليه البنات. هذا هو العصير ديال الفراوله. هنا انا غنوريكم العصير اللي درت به اليوم ان شاء الله ديال المركز ديال الحامض والمركز ديال الفراوله. هذا هو المركز اللي انا خدامه به دائما تيسهل لي واحد وندير الاخر. هذا هو الحامض اللي شاركت معكم. هو هذا الترقات ديال الحامض البلدي كنقسمو على أربعة كنعمرو بالملحه وكنضغط عليه مزيان حتى يبان لكم راه تيخرج منه هذاك الماء ديالو. هنا كتعمري القرعه مزيان وكندير عليه الزيت من الفوق. لا داك الزيت البلديه ديريه عندك الزيت. اللي عندك في الزيت ديري زيت نباتي زيت البلديه. هنا كنسد هاد القرعه مزيان صافي وكنبقى نمشيها هكا مزيان تنبقى نقلبها على ما يذوب لينا داك ديك الملحه مع الحامض.
هنا هادو الطرقات ديال الحامض البلدي راه ساهل البنات. هنا هذا المركز ديال الفراوله البنات اللي هو درت فيه ليمون ودرت فيه الجزر وحده ماشي مسلوقه خضراء، هو هذا كيفاش كتشوفوا الطريقه ديالو. هذا هو المركز ديال الفريز. هنا هذا المركز ديال العصير الحامض، درت فيه الليمون والتفاح والمركز ديال الحامض، عفوا هذاك اللي مصيبه مع الليمون والتفاح. هنا كيفاش كتشوفوا راه خاتره البنات. هنا ما شهيتكم في هذا العصير، اللي كيستحق تجربوه البنات. الا جربتوه وعجبكم ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير راه عجبكم. كان هذا هو العصير اللي شاركت معك اليوم. ديال الفراوله، ديال المركز ديال الفراوله والمركز ديال الحامض. هنا البنات ما بقى لي نقول لكم بالصحه والراحه وشهيه طيبه وشكرا لكم. حامض هنا، الحامض البلدي مرقد، هنا الحامض مركز، هنا الفراوله مركز فراوله تاعو عفوا. وشكرا لكم اللي كتابعوا القناه ديالي، كنشكركم بزاف وكنشكر الاولاد تا هما كيتابعوا القناه ديالي. ما بقى لي نقول لكم الصحه والراحه وشهيه طيبه.